بصفوف متكاملة بشرت الكتيبة الدكالية استعداداتها للقاء ربع نهائي كأس العرش أمام فريق شباب أطلس خنيفرة المنتمي للقسم الوطني الثاني والذي أزاح حامل اللقب فريق نهضة بركان. وصول اللاعبين لملعب العبدي بالجديدة ساعتين قبل المباراة والتركيز منصب على موقعة شباب أطلس خنيفرة. دخول أبناء المدرب بادو الزاكي لرقعة الميدان قصد إجراء عملية الإحماء والاستئناس بأرضية ملعب العبدي. تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي من العبور إلى نصف نهائي كأس العرش بعد فوزه على ضيفه شباب أطلس خنيفرة بنتيجة 3 أهداف للا شيء. وكان الدفاع الحسني الجديدي المساند بجماهير غفيرة ومتحمسة قريبا من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الأولى، لكن تسديدة عبد الفتاح حدراف من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.
وانتظر فرسان دوكالا حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول ليسجل الهدف الأول عن طريق القائد المهدي قرناص من ركلة الجزاء. وأضاف المهاجم بلال المغري الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وأكمل التنزاني سايمون مسوفا الثلاثية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تسلم كرة بينية من البديل هشام مساكي ليراوغ الحارس ويهز الشباك. فهنيئا لكل مكونات نادي الدفاع الحسني الجديد بهذا التأهل وشكرا للجماهير الدكالية التي ساندت الفريق طيلة مجريات اللقاء.